الخير. نستهل النشرة بالإشارة إلى تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت ومعظم المناطق اللبنانية منفذاً غارات وهمية. الرئيس عون طلب اليوم من وزير الخارجية شرب الوهبي توجيه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروقات جوية لسيادة لبنان. في وقت أعلنت إيران أنها طلبت من الانتربول توقيف 4 أشخاص مشتبه بقيامهم بعملية اغتيال العالم النووي محسن فخريزادة، وقال المرصد السوري أن غارات جوية استهدفت مراكز للحرس الثوري الإيراني في البوكمال السورية. في مجال آخر، الدولار مفتوح والبلد على باب الإقفال العام وجيوب الناس خاوية والتموين بالحد الأدنى رغم التهافت على السوبر ماركت. الحكومة بين تصريف الأعمال ومروحة الاتصالات غير المفيدة والكلام الرئاسي على ما سماه كذب الرئيس الحريري قسم الناس بين مؤيد ومعارض وجمع الناس في استيائهم من التخاطب والتقاصف بالشتائم وإطلاق أوصاف خارج علم السياسة. وقبل أن نعود للإقفال العام نتوقف مع أبرز ما جاء في اجتماع تكتل لبنان القوي على الحريري استئناف عمله بعيداً عن أي تأثيرات في أسرع وقت والتواصل مع الرئيس عون لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير. التكتل كرر دعوته حكومة تصريف الأعمال لتتحمل مسؤولياتها في ترشيد الدعم بما يحمي مئات الآلاف من اللبنانيين الذين أصبحوا تحت خط الفقر من دون إفراغ لبنان طبعاً مما يملكه من احتياط العملات الأجنبية، مؤكداً أن رفع الدعم هو من مسؤولية السلطة التنفيذية. وعن الإقفال لمواجهة جائحة كورونا، دعا التكتل الأجهزة الأمنية للتشدد في قمع المخالفات. وقبل الدخول في مشهد ما قبل الإقفال، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 32 وفاة. إذن البلد يقفل بعد غد، ومن يملك مالاً أو استدان سارع إلى المحال الغذائية للتموين. أريش خطار. أرقام جنونية لأعداد كورونا وحالات جنونية هستيرية عند بعض المواطنين الذين تهافتوا على المحال للتموين قبل الإقفال العام وبعد إعلان حالة الطوارئ الصحية، والبعض الآخر يعيش على كوكب آخر غير آبه بكورونا ولا بحياته ولا بحياة الآخرين، والبعض الآخر غير معترف حتى بوجودها، فيما الإقفال العام لا يزال عرضة لكثير من الملاحظات والانتقادات لدى المواطن. قبل الإقفال العام كيف بدا المشهد في الشوارع؟ سندع لكم الصور تتكلم. المواطن عنده جهل، المواطن عنده جهل. يعني روحي على مناطق شعبية ما بتلاقي حدا على الطريق حاطط كمامة بتحكي بالكورونا بيضحك عليك، هذا جهل. ما بدنا نسمي مدن أخرى، عم نحكي ببيروت نحن. روحي على مناطق شعبية بتلاقيهم ما مأمنين بفكرة إنه كورونا موجودة. يعني معلش امبارح قالوا طلعوا إشاعة إنه حتسكر البلد، ما بقى في حدا يروح على الدكان يجيب غرض. طب اللي عنده عائلة شو بيعمل؟ هجمت العالم كلها، يعني جابت الكورونا معها على البيت، راحت جابت اغراضها وجابت كورونا وراحت على البيت. هذا شيء غلط، شيء بيقرف. خلص قرف بقرف، صار سنه هلا تذكروا، يعني كانوا حلوا حل جذري من سنه، كانت محلت صح ولا لا؟ من شهر كانت بشهر واحد انحلت، بس ما هن مفلتين وهن مغطيين. المواطن منه مواطن، ما عنده لا حس بالمسؤوليه ولا شعور بالمواطنيه. برايك اليوم الحق على المواطن اللي وصلنا له 90% و10% على الدولة الفاسدة الموجودة. حق على الكل صراحة، الحق على المواطن مضطر ينزل يشتغل، ولأنه الوضع كتير كتير صعب المادي.
الحق على الدولة لأنه ما عم تأمن شيء، ما عم تأمن بديل. يعني مثل أنا بعطيكي مثال صغير، عندي أجار محلي، أنا مضطرة أشتغل وأدفع أجاري لأنه ما في حدا، لا صاحب المحل حيقلك مسامحة ولا قادرة تجيبي مصروف بيتك إذا بتسكري ولا تنزل بضاعة، فنحن مضطرين. في كتير قلة وعي عند الشعب، يعني أقل شيء فيهم يلتزموا بالكمامة. قالوا بالتلفزيونات إنه ما كل شيء مخزون موجود، لشو عم تتهافتوا؟ 4 ربطات خبز وخمسة كيلو لحمة، لشو؟ وصلنا إلى المحظور، إلى حدود السيناريو الإيطالي بعد أن مهد له الانتحار الجماعي. هالمرة الحق مش على التليان، الحق على الجهل، الحق على التخبط بالقرارات، الحق على العوز، الحق على الاستخفاف، الحق على الاستهزاء بعدو البشرية الذي فتك بالعالم أجمع. خافوا الله، كفى استهتارا، كفى جنونا، كفى مقامرة بحياتكم وحياة غيركم. مارون بطرس، أريش خطار، تلفزيون لبنان. في المناطق انقسم المشهد بين من تمرد على قرار الإقفال التام ومن رحب به. هبة عياد. الإقفال العام في المناطق لاقى ردود أفعال سلبية ومتشنجة، ففي طرابلس عقد لقاء في مكتب نقيب السائقين العموميين شادي السيد للجان سائقي الباصات والميكروباص والمينيباص الذين طالبوه اتحاد النقل البري بحلول تؤمن لهم بديلاً عن توقفهم عن العمل. نفذ بعده سائقو المنية من أصحاب الباصات السائقون العموميون اعتصاماً عند محلة البالما، قطعوا خلاله طريق طرابلس بيروت على المسلكين. وقد حذر السائقون من تجاهل مطالبهم وأزمتهم ملوحين بالتصعيد، وعرض عدد من المعتصمين أمام عدسات وسائل الإعلام محاضر الضبط التي سطرت بحقهم والتي تفوق مدخولهم اليومي. من جهته أكد نقيب السائقين العموميين شادي السيد أن الحراك سيعتمد المزيد من التصعيد بعدما سارع إلى منع أحد السائقين العموميين من صب مادة البنزين على جسده بهدف إحراق نفسه، وذلك بمعاونة القوى الأمنية التي تدخلت على الفور. في البقاع الأوسط خرق واضح لتجمعات، وبدا واضحا تجمع للسوريين أمام الصراف الآلي من دون حسيب أو رقيب، كما خرق لمبدأ المفرد والمزدوج. أما في صيدا عاصمة الجنوب فانقسم المواطنون كالعادة بين من أيد قرار المجلس الأعلى للدفاع بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وبين من رفضه بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور. اجتماع إعلامي في وزارة الإعلام بين وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ونقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام بحث في ضرورة استثناء الإعلاميين خلال مرحلة الإقفال العام لكي يقوموا برسالتهم. كل واحد إن كان صحفي ولا تلفزيون ولا راديو ولا محرر ولا موقع إلكتروني، كلنا نحن اليوم في مركب واحد، كلنا أعلام، وواجباتنا أن نحن نقوم بإداء رسالتنا بكل شفافية وتجرد ومحبة، وخاصة ما نروح لمحلات اللي بتزيد البلاء بين المواطنين وبين المسؤولين. في ظروف صعبة كتير كبيرة، بدنا نحن نحط مصلحة الوطن قبل المصالح الشخصية. وكان موضوع البحث الترتيبات التي يجب أن تتخذ على الصعيد الإعلامي مواكبة للإجراءات والتدابير الصارمة التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع لمواجهة جائحة الكورونا ودور الإعلاميين فيها، وكانت الآراء متطابقة مع صاحبة المعالي لجهة أمر أساسي، وهو أن لا قيود على تجول الصحفيين والإعلاميين وسائر الأطقم الإعلامية ومن يدور في فلكهم، لأن من واجب هؤلاء أن يواكبوا التطورات على الأرض وأن ينقلوا الحدث أولا بأول إلى الرأي العام اللبناني، خصوصا أن هناك حجرا عاما وهناك ضرورة قصوى وملحة لأن يكون المواطنون على بينة من كل شيء. ما حصل بالأمس من تهافت على المواد الغذائية والخبز والبنزين فاجعة اقتصادية لم يشهدها لبنان إبان الحرب الأهلية. البروفيسور روك أنطوان مهنا يناشد رئيس الجمهورية والمسؤولين بتشكيل حكومة سريعاً
ندى الحوت. بالأمس الناس تهيفتت على أبواب الأفران، يعني كانت عم تطلب خبز، واللي هو من أبسط حقوق الإنسان أنه يكون في مي وكهرباء وأكل وعلم. اليوم اللي صار مبارح مخيف جدا ومش مقبول أبدا. اليوم منطالب من هون من الفقرة الاقتصادية، من منبر الاقتصادي بتلفزيون لبنان الرسمي، منطالب المسؤولين بتشكيل حكومة وبالعودة لضمير رحمة ورأفة بأطفالنا بشبابنا بمسنينا. واليوم أي شخص منا من حقه أن يكون عنده حياة كريمة وبيعيش ببلد مثل لبنان. معي اليوم الفقرة الاقتصادية بروفيسور مهنا، أهلا وسهلا فيك. أول شيء أكيد معيب، وهذا بس ما بيلفت إلا لشغلة واحدة وبيأكدها، أنه نحن في سلطة اليوم للأسف، يعني في ضياع، في غير كفاءة، في عدم كفاءة موجودة. بما أنه حضرتك مستشار للبنك الدولي سابقا، عندك خبرة، اليوم نحن شو فينا نعمل؟ هل بعد فينا أنه يكون في خطة سريعة، يكون في أي شيء نقدر نساعد فعلا الناس اللي عم تمرق فيه؟ ستنا لكون موضوعي وما أخبر إخبار مثل ما بنسمع أيام كتير هيك خطط اقتصادية. اليوم الخطة الاقتصادية ومالية ما بقى تنفع بهذا الوقت الحرج. اليوم بدنا قرار سياسي، اليوم بهالدقيقة قبل بكرة يتشكل حكومة بعيدة عن النكايات والمناكفات الصبيانية اللي عم نشوفها، وخاصة سمعناها على العلن امبارح كل ما قالها خرقت شرخ أكتر وأكتر على أمور شخصية، عيب واحد يحكي فيها مستحي. صرنا اليوم بمرحلة لازم يكون في حكومة، ما بيهمني شو، ما بيهمني لمين، بيهمني تنال الموافقة والثقة تبع المجتمع الدولي اللي هو الوحيد اليوم قادر ينقذنا ماليا واقتصاديا. نعم. هيدا لكن خارطة الطريق واضحة، حكومة اقتصادية تنال ثقة المجتمع الدولي واحد. هلا هون يمكن في سياسيا ما تناسب الوضع، بس هيدا هو الحل الإنقاذ الاقتصادي الوحيد. نعم. لكن أول مدخل سياسي، اثنين بنقعد على التفاوض مع صندوق النقد، بيصير في حزمة، يعني بيصير في مساعدة مالية مشروطة ضمن إصلاحات من إعادة هيكلة مصارف لبنان والمصارف وضخ سيولة فريش، يعني عملة أجنبية ضمن شروط إصلاح الكهرباء والاتصالات والمرفأ وكل باقي القطاعات. إذا نحن بدنا ندلنا حاطين عصب الدوليب، وبدنا نحن ما بدنا المجتمع الدولي ولا الIMF، ولا بدنا نتعاطى بحكومة نلسئة دولية، يعني العين عم بتقاوم المخرز. يعني نحن اليوم رايحين على تغيير، يعني يمكن يكون في نية مقصودة انه دمار الهيكل على رؤوس الجميع من هالكم واحد لقطين السلطة، واللي هني تجي يشيلوا التهمة عنه، يمكن ما بدي، يعني ما بدي، عم حس انه هالشي مقصود. أقدمت قوة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي متمركزة في موقع السماقة داخل مزارع شبع المحتلة على خطف الراعي حسن قاسم زهرة الذي كان يرعى قطيعة في الأراضي المحررة، واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. وقد أعلنت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة اتخاذ الإجراءات الميدانية ومتابعة الوضع مع قوات اليونيفيل. وفي الإطار اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن خطف الراعي اعتداء على أراضي لبنانية وانتهاك للسيادة الوطنية. وتعليقا على عملية الخطف، سلسلة تغريدات للناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أشار بها إلى أن قوات جيش الدفاع ألقت خلال كمين نصب في منطقة جبروس القبضة على راعي لبناني اخترق الحدود من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بشكل مقصود، حيث تم نقله إلى قوات الأمن للتحقيق. وتابع: جيش الدفاع لن يسمح بأي محاولة لخرق سيادة إسرائيل، وأعلن أن الراعي اللبناني الذي تم اعتقاله ينتمي إلى جماعة
تم تحديدها على أنها متعاونة مع حزب الله، حيث يستخدم حزب الله رعاة الأغنام في مهام لجمع المعلومات ومراقبة قوات جيش الدفاع وفق قوله. وختم أنه في محاولة مخربي حزب الله الأخيرة التسلل إلى داخل إسرائيل في منطقة جبروس قبل عدة أشهر وتنفيذ اعتداء، قدم راع لبناني مساعدة لمخربي التنظيم في تلك المحاولة ودائما وفق أدرعي. الطيران الحربي الإسرائيلي حلق إذن في شكل كثيف فوق العاصمة بيروت ومعظم المناطق اللبنانية منفذا غارات وهمية. وحول الخروقات الإسرائيلية المتكررة، صدر بيان عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زين عكر، دعت من خلاله الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل لوضع حد لهذه الخروقات والانتهاكات بأسرع وقت ممكن، والطلب من الجانب الإسرائيلي الالتزام بتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته. طلب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من وزير الخارجية إذن في حكومة تصريف الأعمال شرب الوهبي توجيه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروقات جوية لسيادة لبنان وللقرار 1701، وذلك بعدما تكثفت الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية. أخبار محلية متفرقة في هذا الشريط. على أثر الأزمتين الصحية والاقتصادية المستجدتين في البلاد، مما حال دون توافر جميع الأدوية المطلوبة في السوق المحلية، وحيث أن بعض الأدوية باهظة الثمن، وفي إطار العمل على ضبط الإنفاق الصحي وخفضه، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دكتور محمد كركي مذكرة رقم 5 تاريخ 12/1/2021 قضى بموجبها إعطاء صلاحية للصيدلي أن يقوم باستبدال الدواء برديفة جينيريك، وذلك دون الرجوع إلى الطبيب المعالج أو الحصول على موافقته الخطية، وذلك ضمن الضوابط والشروط الموضوعة في المادة 47 الجديدة، لا سيما أن يكون الدواء أقل سعرا وبنفس الجودة وموافقة المريض المضمون على الاستبدال. وعليه يطلب من جميع المستخدمين قبول المعاملات الوارد فيها البدائل والعمل على تصفيتها وصرفها لصالح المضمون. وفي هذه المناسبة جدد المدير العام التزامه القيام بكل ما يتوجب عليه لتسهيل ضمان حق المضمونين، وأتمنى على الصيادرة الالتزام بحسن تطبيق المادة 47 لا سيما لجهة أن يكون الدواء البديل مشمولا بلوائح الصندوق ويحتوي على التركيبة والفعالية نفسها. التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شرب الوهبي القائم بأعمال السفارة البريطانية مارتن لوغن، كما التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير رالف طراف. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التقى السفير التونسي في لبنان في زيارة تعارف، وجرى البحث في سبل التنسيق بين الأمن العام والسفارة التونسية في لبنان، كما التقى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان دكتور حمد الشامسي في زيارة وداعية، وقد جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. بقلب واحد ودع لبنان وأهالي الأشرفية والمتن الأمين العام السابق للاتحاد من أجل لبنان مسعود الأشقر في مأتم في كنيسة مارلييز في ديك المهدي. الحضور اقتصر على العائلة والمقربين والأصدقاء بسبب جائحة كورونا، وقد ترأس الصلاة الجنائزية لراحة نفسه الأب إميل هاني الذي قال: لن ننسى هذا المقاوم الذي قاوم حتى النفس الأخير بروح إيجابية وبنظرة إلى المستقبل وبالأمانة إلى التاريخ، وتابع: هو بطل بكل ما للكلمة من معنى، وقد سطر تاريخ حياته ببطولات الشرف والنزاهة والصدق ونظافة الكف، وهو المدافع الصلب عن الشرعية ولم يساوم على كرامة لبنان ووحدته. ابنة الراحل ودعت بكلمة وجدانية والدها الذي وري جثمانه في الثرى في مدافن العائلة. في كورونا العالم، إحصاء يظهر أكثر الدول التي تم تسجيل إصابات فيها أجنبياً وعربياً، والأنظار على مهمة تحديد مصدر الفيروس وكيفية انتقاله إلى البشر. أكثر من 90 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1,941,538 بحسب ما أظهر إحصاء لرويترز،
والذي يعتمد على بيانات وزارة الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة، وجاء في الإحصاء أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019. الإحصاء أظهر أيضا قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات، وهي الولايات المتحدة، الهند، البرازيل، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، تركيا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات، العراق، المغرب، السعودية، الأردن، الإمارات ولبنان. أما على خط التحقق من منشأ فيروس كورونا، فقال مسؤول صيني إن فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية يحقق لتحديد منشأ الفيروس، وسيصل إلى مدينة ووهان قادمة من سنغافورة يوم الخميس. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إن منظمته تطلع للتعاون مع الصين في مهمة تحديد مصدر الفيروس وكيفية انتقاله إلى البشر، وكان قد قال سابقا إنه شعر بخيبة أمل شديدة عندما منع الخبراء من الدخول هذا الشهر، مما اضطر اثنين من الفريق للعودة أدراجهما، فيما وصفت الصين ما حدث بسوء تفاهم. وقالت شاولي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية دورية أنه وفقا للخطة الراهنة سيسافرون من سنغافورة إلى ووهان في التاريخ المذكور، ولم يرد على سؤال بشأن ما إذا كان فريق الخبراء سيخضع لحجر صحي عند وصوله، كما لم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن خط سير الزيارة. في الهند، بدأت شركة الخطوط الجوية الهندية في نقل جرعات من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد 19 إلى مختلف أرجاء البلاد، استعداداً لتطعيم 1,300,000 نسمة في حملة وصفها المسؤولون بأنها الأكبر في العالم. وتأمل السلطات في تطعيم 300 مليون مواطن من أكثر الفئات عرضة للإصابة خلال ما بين 6 و8 أشهر، ومن المقرر أن تبدأ الحملة يوم السبت. وفي إندونيسيا، كشفت بيانات من فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة مرض كوفيد 19 أن السلطات سجلت الثلاثاء زيادة قياسية جديدة في الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا. كما أعلن مسؤول حكوميون أن منتزه ديزني لاند الذي تملكه شركة والت ديزني والمغلق منذ أزار سيصبح أول موقع كبير للتطعيم ضد مرض كوفيد 19 في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأمريكية. قال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه يتعين على إيران العدول عن قرار تخصيب اليورانيوم إلى مستويات نقاء أعلى، وإعطاء الدبلوماسية الدولية فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وأضافت حكومات دول الاتحاد الأوروبي في البيان أن شروع إيران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20% في منشآت فوردو لتخصيب الوقود تحت الأرض تطور في غاية الخطورة ومبعث قلق شديد، ويهدد الجهود الرامية إلى البناء على العملية الدبلوماسية القائمة. وفي إيران، أعلن الناطق إذن باسم قوى الأمن الداخلي الجنرال مهدي حاجيان أن طهران قدمت طلب إصدار نشر حمراء بحق 4 من منفذي اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية أي الانتربول. أفادت وكالة كون الرسمية الكويتية أن الوزراء في الكويت رفعوا استقالتهم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي بدوره يرفع استقالة الحكومة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وذلك على خلفية تقديم استجواب ثلاثي إلى رئيس مجلس الوزراء من النواب ثامر الصويت وخالد العتيبي وبدر الدهوم. أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رغبته في تحسين علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، معرباً عن أمله في أن يسلك التكتل المكون من 27 دولة النهج نفسه. وأشار خلال لقاء متلفز مع سفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة إلى أننا مستعدون لإعادة علاقاتنا إلى مسارها، وأضاف نتوقع من أصدقائنا الأوروبيين أن يظهروا الإرادة نفسها. والآن إلى الصفحة الرياضية مع داني حرب. رحب أولي جونر سولسكيار مدرب مان يونايتد بعودة المهاجم أدنسون كافاني من الإيقاف 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما كان أوقفه الاتحاد الإنجليزي بسبب مزاعم عنصرية. وتأتي عودة كافاني قبل فترة حيوية ليونايتد، خاصة وأنه سيلعب مع ليفربول يوم الأحد. أحاط مشجعو ريفر بليت الأرجنتيني لكرة القدم بفريقهم على أمل أن يساعد الإعجاب العام بالنادي الفريق على التعافي من هزيمته 0-3 أمام بالميراس البرازيلي
في مباراة ذهاب كأس ليبرتادوريس، وسيلتقي الفريقان مجددا بعد ساعات قليلة في الدور نصف النهائي. ويأمل مدرب ريفر مارسيلو غاياردو الفوز بالمباراة ثم بالنهائي كي يزيد لقبا جديدا إلى سجله، إذ سبق له الفوز مع النادي بأحد عشر لقبا. واصل كريستيان هاريسون المسيرة التي يحلم بها في بطولة ديراي بيتش المفتوحة للتنس في فلوريدا، حين تغلب على الإيطالي جيان لوكا ماغر بنتيجة 7-6 و6-4 ليتقدم إلى نصف نهائي جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين للمرة الأولى في حياته. وسيلتقي هاريسون مع البولندي هوبرت هوركاتش الذي فاز على الإكوادوري روبرتو كيروث بنتيجة 6-4 و6-4. ناقش رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الوضع حول بطولة العالم 2021 مع رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد روني فاسل، وقال لوكاشينكو إن بلاده مستعدة تماما لاستضافة البطولة ولا يوجد أي خطر على ضيوف الحدث. ألقاكم في النشرة الأخيرة، إلى اللقاء.